ان انا بحب السيده الحامل اي حاجه تاخدها تستشير الطبيب المختص، لكن البيفمونتيفيت طبعا هيبقى داعم ليها وملوش اي اعراض جانبيه، واللاكتيتنج مادر كمان اللي هي الست اللي بترضع. أوكي. يمكن الست اللي بترضع هتحتاج اوميجا كمان مع البيفمونتيفيت، لان الاوميجا مهم جدا جدا لكل حاجه في الحياه. الاوميجا موجود في الاسماك الدهنيه اكيد، فانا بقول على طول ان احنا ناكل سمك، السمك اكتر حاجه صحيه. اه طبعا. وناكل الفراخ وناكل اللحمه بس بالنسب المعقوله عشان اليوريك اسيد عندي ما يعلاش ويحصل نقرس. طب هسالك حاجه بقى دلوقتي، انا ممكن امشي على مكمل غذائي فتره وبس، في من بعض المكملات الغذائيه بيضر يعني مع الوقت بيضر، قولي لي بقى قصه الفا مالتيفيت والموضوع ده ايه؟ اعتقد ان الفا مالتي فيت ملوش اضرار اطلاقا. أوكي. لان نسبه بسيطه ومعظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، يعني ما بتتخزنش في الخلايا. طبعا لو عندي مكملات غذائيه اخرى فيها فيتامينز قابله للذوبان في الماء بيحتاجها طبعا فتره، وممكن بيوقف بيرجع يحتاجها تاني، لان كل الفيتامينات احنا محتاجينها شبه يومي، وبالاخص الفيتامينز اللي لا تنتج في الجسم. يعني عندك الكالسيوم الجسم ما بينتجوش، محتاجين ناخد كالسيوم من الاكل، سواء البيض سواء الالبان سواء الجبن. والسيده اكيد اللي بعد سن الأربعين محتاجه تدعم بالكالسيوم جدا جدا بالمكملات الغذائيه، يعني ده مع الدكتور بتاعها، الدكتور النسب بتاعها هو اللي بيدعم لها او يديها النسب الزياده. حلو. يعني يمكن مثلا لو هتكلم على اي فيتامينز من القابله للذوبان في الماء، لو فيها ديستراكشن او قليله هتحصل مشاكل. فيتامين د من اهم الفيتامينات طبعاً. للمناعه وللمود ولصحه الست، واحنا الستات المصريات كلنا، انا على طول ما فيش حد قابلته من الصحابي ما عندوش نقص فيتامين د، انا اولهم وانا شخصيا، فلازم ادعم فيتامين د بتركيز عالي. ده وانا ما باخدوش من مصدر الاساسي بتاعه كمان، هو كمان مصادره مش قليله، مش كتيره، مش كتير. ومش كتير بيحبوا يقعدوا في الشمس. يعني كتير يقول لك لا ما اقعدش في الشمس، اقعدي في الشمس ربع ساعة في اليوم مش هيحصل حاجة وحطي الصن بلوك. ممكن تقول لك لا أنا مش عايزة أقعد في الشمس، فلازم تدعم بمكمل غذائي. بمكمل خلاص، احنا كلنا بنحتاج مكملات لغاية ما بتوصل التركيز الكويس بتاعها. حلو قوي. التركيز اللي هو الحد الأدنى. بعد فترة قد إيه من استخدام ألفا مالتي فيت أحس بالنتيجة الحلوة اللي أنا منتظراها؟ تقدري تقولي عظيمة من أول أسبوع. عندي خمول بقى وتعبانة من أول أسبوع. من أول أسبوع، بس أهم حاجة إن أنا أخده مرة كل يوم. منتظم. مش مرة كل ثلاث أيام. الجسم بيحتاج الفيتامينز يوميا، وأكلنا بقول على طول مش كفاية، لأن أنا بحتاج فيتامين سي، بحتاج فيتامين بي بكل أنواع، وبحتاج كالسيوم، بحتاج زنك، فأقدر أقول من أول أسبوع بلاقي نتيجة ممتازة. حلو قوي. طب قول لنا بقى ايه اللي بيميز تحديدا الفا مالتي فيت من المكملات الغذائيه عن اي منتج تاني؟ حاجات كتيره يعني. ايه بقى قولي لي؟ الاقوى تركيز الزنك مبدئيا. فيتامين سي كمان، فيتامين سي 500 ملي جرام. طبعا. ويحتوي على عائله فيتامين بي او بي الكامله. يعني بتلاقي مكملات تانية أخرى فيها نياسين، رايبوفلافين، بس أيضا أنا عايزة كوبالامين، لأن الكوبالامين داعم لكرات الدم الحمراء، وطول الوقت احنا لازم ندعم صحة دمنا، لأن الدم هو وسيلة مواصلات كل حاجة في الحياة، هو وسيله مواصلات الهرمونات بتاعتنا، وسيله مواصلات الفيتامينات والمعادن، وسيله مواصلات الفضلات والسموم، فلازم طول الوقت اعرف ادعم صحه دمي. الكوبالامين بيكون لي وبيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، فبتلاقي مكملات ثانيه فيها نياسين، رايبوفلافين، فوليك اسيد، ما فيهاش كوبالامين. طب انا عايزه كل عائله فيتامين ب، لان كل واحد فيهم بيشتغل بطريقه معينه. فده موجود في الفا مالتي فيت بلس، ان هو قوي جدا كمضاد اكسده لانه بيحتوي على فيتامين اي وسي بلس، انه داعم لصحه الضوافر والشعر والبشره، لانه محتوي على كالسيوم وزنك ونحاس. هايل. طب يعني اقدر اقول كده ان هو ملوش بديل في الصيدليات؟ الفا مالتي فيت ملوش بديل خالص، لا بالغالي ولا بالرخيص، هو الفا مالتي فيت زي ما احنا شفنا. على طول بقول ان احنا نصور صوره العلبه عشان لما نروح للصيدلي او نروح للصيدليه ونطلبه هو الشكل ده، ملناش اي بديل اطلاقا. ملناش بديل. وارجع اقول اكيد مرخص من هيئه سلامه الغذاء وامن جدا لكل الناس. دندون انا بشكرك جدا، شرفتيني ونورتيني بجد دكتور دينا ابو السعود في الفقره دي، وبشكرك على الاسئله الرائعه اللي احنا يعني ارجو ان احنا نكون قدمناها لاصدقائنا وجاوبنا عليها، لان فعلا في حاجات كتير تختلط علينا فيها الامور. صح. انا شايفه ان انت النهارده وضحت لنا حاجات كتير حبيبتي. واكيد ما زلنا لسه مستمرين في الفقرات تانية، اكيد هتوضح لنا حاجات تانية عشان برضو الرجال ما يزعلوش مننا. هناخد كمان اسئله ان شاء الله فقرات تانية عن الساده الرجال علشان نبقى
خدمناهم فير. كمان يبقى فير. احنا ناس صح. فير صح. انا طبعا بشكر حضراتكم جدا جدا ل يعني حضراتكم متواصلين معانا ودايما ليكم اي اسئله بعتوها لنا. يعني ما عندناش اي حاجه نقدر نقولها غير انه حضراتكم ليكم اي اسئله بعتوها وان شاء الله تجاوبها معانا دكتور دينا ابو سعود. كانت موجوده معايا مشرفاني منوراني مستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. بشكر حضرتك مره ثانيه واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.